أعزائي المشاهدين، نحن الآن في منطقة السعادة. هاي المنطقة تعاني من انقطاع الماء منذ أكثر من 4 أشهر، وراح نلتقي بإحدى الشخصيات اللي ساكنة بهاي المنطقة حتى يتحدث لنا عن معاناتهم. جبت تانك لأمي. حلا. جبت تانك لأختي. إيه. جبت بوري أصلي. أصلي. جبت بور صيني. حلا. أيا تيتي تيتي. تيتي. لك ماكو مي ببيتي. ببيتي. لك معود. ها. هذا الرجال جوارينا. الشريف ابن الشريف. حافر الأبي وقاطع المي علينا. وعده مطر برلماني. برلماني شنو؟ يعني حرامي يا حبيبي. وأكثر من حرامي. ايش فوت شفط عمو ينفط لفط الله يخليه مسائل قرنفل على قناتكم الفضائيه. انا بالعاده لما اشوف قناه فضائيه احرص على ان اكون اول الموجودين واشلغم عليكم اشلغم عليكم اشلغم عليكم. بس من رخصتك العفو اخي، وصلتنا اخبار صار 4 أشهر هاي المنطقه ما بيها مي. هذه الاخبار عاري عن الصحه. اصلا المي موجود بكل بيت. انا بيتي متروس بي تانكي تانكيين 3 تناكيك 4 تناكيك. طبعا اذا حضرتك حافر من جوا لابي وعندك مطار حرامي وبكل صلافه تجيك الناس تريد من عندك مي وانت ما تعطيهم. يا ابني انا شرطت على العالم ما انطيكم مي الا اصوركم. العفو ليش تريد تصور؟ حتى اطش. اريد اطش. شطش. اريد اطش. ليش الغوم؟ العفو استاذ، تعقيبا على كلامك، جبت تانك يا امك. جبت تانك لأختي. إيه. جبت بور أصلي. إيه. جبت بور صيني. إيه. أياتي تيتي. شيل. ماكو مي بيتي. أهلا. هذا اللي كاتني. أهلا. هذا اللي دمرني. يا ابني تعقيبا على كلامك، أنا ما قاطع المي عن العالم، بس بالبداية أحب ألبس احتياجات البيت أولا وبعدين المواطن. العفو أخي، شنو احتياجات بيتك؟ غسل الجراج 3 مرات باليوم. غسل السيارة كل 12 ساعة. جميل. غسل السطح قبل الأكل ب10 دقائق. غريب عند الدكتور، ما تقلش قد كشفيتك. سقي النباتات قبل النوم بنص ساعة. وبالنهاية أتمنى لكم الشفاء العاجل. العفو أخي، هاي مو أساسيات. المواطن أحق بالمي من حديقة بيتك. يا ابني المواطن مية بالقلب وليس في الحنفية. أريد أبتهم، صار لنا 4 أشهر ما عندنا مي بالمنطقة، أدري الحكومة ما تحس بينا، يعني أدري شلون، وين نروح؟ هجوا! إيش نشرب؟ ميرندا بالعنب! وين نسبح؟ بالشط! شلون نسبح؟ بهذه الطريقة، ويمكن أن تسبح بالطريقة الآتية: سبحة الفراشة! للتعليم السباحة والمزيد من المعلومات بس! الله طاق شوية مي، هيك سويت! لعد لو تصير رئيس وزراء ايش راح تسوي بالعالم؟ رئيس وزراء؟ ايه. اوعد الشعب العراقي بان اوفر المي لكل حنفية، اوفر الكهرباء لكل تيل، وعيش الناس بسعادة. وبعد ما يتوفر كل شيء والناس تعيش بسعادة ارجع اقطع المي والكهرباء. ليش؟ لان اني نذل. اني نذل. اني نذل. باوع، انا اريدك توصل كلمة واحدة بس. قول. جبت تانك لأمي. هلا. جبت تانك لأختي. إيه. جبت بور أصلي. جبت بور صيني. هلا. أيا تيتي تيتي. إيه. ماكو مي ببيتي. هلا. ماكو مي. ماكو. ماكو مي ببيتي. اكسرت خاطري.